بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا للمحاضرة السابقة لمادة الحقوق العينية، طبعا سنبدأ في المحاضرة الأولى في الأسبوع الثالث، ونستكمل اللي هو موضوع إدارة المال الشائع أي الإدارة المعتادة. طبعا أعمال الإدارة الرئيسية عالجتها في المبدأ العام اللي هي المادة 952، حيث نصت على أنه تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. طبعا الفقرة الثانية من المادة المذكورة على إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من باقي الشركاء يعد وكيلا عنهم. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه من حق الشركاء على الشيوع إدارة أموالهم مجتمعين دون أن ينفرد أي شريك بإدارة هذا المال، وإلا اعتبر معتديا على مال شركائه على اعتبار أن حقه يماثل أو يتساوى مع حقوق باقي الشركاء. ورغم كل ذلك هناك استثناء مفاده أنه إذا تعذر الإجماع على إدارة المال الشائع، إذ أحيانا يعترض هذه الإدارة بعض العقبات التنظيمية قد تحول دون حسن الاستفادة من المال الشائع. طبعا والهدف من ذلك قيام الشركاء بإدارة المال الشائع للانتفاع به والاستفادة منه واقتسام ثماره حسب كل نصيبه من هذه الملكية على الشيوع. وعليه لكل من الملاك الحق في الاستعمال أو في استعمال الشيء واستغلاله إذا أمكن لكل من الشركاء استعمال الشيء واستثماره. فعلى سبيل المثال يجوز لكل الشركاء أن يصيد السمك من بركة شائعة مع تنظيم ما يتعلق أو ما يتفق عليه الشركاء بشرط ألا يتعارض مع حقوق الآخرين. كما يجوز لأي شريك أن يرفع دعوى الحيازة إذا توافرت شروطها لمواجهة أي اعتداء على حيازته لحصته الشائعة، وله أن يرفع دعوى الاستحقاق ليسترد حصته الشائعة من يد الغير. أما عن الأعمال أو أعمال الإدارة الرئيسية التي تحدث كثيرا في العمل مثل إيجار الأرض وزراعتها، فهذه الأعمال تتطلب إجماع الشركاء فيما عدا يقرره القانون من استثناء، بمعنى أنه إذا وقع إيجار لهذه الأرض من أجل زراعتها يجب على الشركاء أن يكون بين الشركاء إجماع فيما بينهم إلا طبعا ما يقرره القانون من استثناءات. وأحيانا يحدث خلاف بين الشركاء فالأغلبية تريد شيئا وتمنع الأقلية، وفي هذه الحالة يلجأ الشركاء إلى قسمة المال، قسمة مهيئة زمانية أو مكانية. إذن قسمة المهيئة هذه تأتي عندما يريد اللي هو أغلب الشركاء عمل هذه أو تأجير هذا الشيء محل الشيوع، والأقلية طبعا تمتنع، فيلجأ الشركاء إلى قسمة هذا المال تهيئة أو مهيئة
زمانية أو مكانية. ماذا يعني قسمة المهيئة؟ يعني بأن الشركاء قد يتفقوا فيما بينه على إدارة المال من خلال ما يعرف بالقسمة المهيئة، سواء كانت مهيئة زمانية أو مهيئة مكانية، للتخلص من مشاكل إدارة المال الشائع، وذلك من خلال هذه القسمة لمدة من الزمن تحقق مصلحة جميع الشركاء. طب إيش معنى قسمة مهيئة مكانية وقسمة مهيئة زمانية؟ القسمة المكانية تعني هي عبارة عن قسمة المال، قسمة منفعة لا قسمة ملك، بحيث يختص كل من الشركاء على شيوع بجزء مفرز من المال يعادل حصته في المال الشائع. يعني كيف؟ يعني أنا بملك النص وأنت تملك الربع وزميل إلك بملك الربع، بدنا نقسمها قسمة مهيئة منفعة، قسمة مكانية، أنا باخذ نص الأرض وأنت بتاخذ الربع وشريكنا الثالث بياخذ الربع، وينتفع بهذا يعني تفرز هذه الأجزاء وينتفع فيها، ولكن مش معنى هذا يتملكها، فقط يدير هذا الجزء انتفاع هذا الجزء لصالحه، وبذلك يتهيأ كل منهم أن يحوز مالا مفرزا يستقل بإدارته وليس بملكيته، بمعنى إدارة واستغلال وانتفاع به مدة زمنية معينة، فله أن يسكن المنزل أو يؤجره، هذا طبعا إذا كان محل المال المشاع عقار، وإذا كانت أرضا يزرعها أو يؤجر أو يؤجرها بنفسه أو بواسطة غيره، لا يحاسبه من الشركاء أحد، ويشترط أن لا يجوز الاتفاق على مدة تزيد عن 5 سنوات. إذن تقسم المهيئة تقسم على الأطراف بحيث يفرز لكل شريك على الشيوع حصة تعادل ملكيته، ويكون الغرض من ذلك هو الانتفاع فقط وليس التملك، وفي الطبيعة ملكة، ولكن هذا الجزء المفرز ليس ملكا له، وإن الأرض ما زالت على شيوع، وبالتالي يتفق الشركاء فيما بينهم على تقسيم هذا المال لمدة زمنية يشترط ألا تزيد عن 5 سنوات، ولكن يجوز الاتفاق على تجديدها مرة واثنتان وثلاثة، إذا لم يحصل اتفاق انقضت المدة المتفق عليها دون تجديدها مع استيفاء المهيئة، فإن المدة تكون سنة في الحالتين، تجدد سنة ثانية مثالية. وقد يحدث أحيانا حسب نص المادة 963 أنه قد يتعذر أو قد يحدث في الحياة العملية أن المهيئة المكانية تدوم مدة طويلة تتجدد من سنة إلى أخرى، وكثيرا ما تدوم 15 سنة فأكثر، فهذه المهيئة تتحول إلى قسمة نهائيا ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. إذن مدة 15 عاما إذا زادت ولم يعترض أحد من الشركاء تنقلب هذه القسمة إلى قسمة نهائية، ويصبح الأرض مفرزة، وكل شخص يتخصص بما تم وضع يده عليه والتصرف فيه فكيفما يشاء، وعليه لابد من كتابة هذه القسمة في ورقة مثبتة لذلك، وتسجيلها باعتبارها قسمة نهائية، طبعا بعد مرور 15 عام. طيب الآن نشير إلى مفهوم
قسمة المهيئة الزمانية، فهي عبارة عن قسمة يتفق فيها الشركاء على الانتفاع جميع المال المشترك لتتناسب مع حصة كل منهما، بمعنى أن كل شريك يأخذ كامل القطع إذا كان محل قطعة أرض مدة زمنية محددة تتوافق ونصيبه في هذه الملكية لمدة زمنية. مثلا الذي يملك النصف يأخذ مثلا سنتان، الذي يملك الربع يأخذ سنة، الذي يملك ثلاث أرباع يأخذ ثلاث سنوات وهلم جرا. طيب، وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون لم ينظم مسألة المهيئة الزمانية تاركا أمرها للقواعد العامة، وبالتالي تنتهي المهيئة الزمانية بانتهاء مدتها بحيث تخضع لاتفاق الشركاء، مع الإشارة إلى أن هذا النوع من القسمة لا ينقلب إلى قسمة دائمة بعكس القسمة المكانية، وبالتالي يخضع تحديد المدة في المهيئة الزمانية إلى اتفاق الشركاء فيما يتعلق بالمال الذي يكون على الشيوع. الآن ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي تكييف قسمة المهيئة وبيان طبيعتها وتطبيقها على قواعد الإيجار. طبعا زي ما قلنا تعتبر قسمة المهيئة بنوعيها هي مقايضة انتفاع بانتفاع، وفي الجوهر الإيجار، وبالتالي تطبق على هذه المهيئة أحكام عقد الإيجار ووفق نص المادة 975. تخضع قسمة المهيئة من حيث الاحتجاج على الغير، ومن حيث آلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار، بمعنى إذا صار خلاف بين الشركاء فيما يتعلق بهذه القسمة، قسمة المهيئة، فنلجأ إلى قواعد أو أحكام عقد الإيجار ونطبقها فيما يتعلق من حيث إثباتها إلى قواعد الإثبات الخاصة بعقد الإيجار، وبالتالي أحكام عقد الإيجار تطبق على هذا النوع من القسمة. طب ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة القسمة طبعا، وعليه يعد كل شريك مؤجرا حسب نص المادة اللي حكينا عنها، المادة 75، يعد كل شريك مؤجرا للمنفعة لمنفعة حصته، ومستأجرة لمنفعة حصص الباقين من الشركاء، وعليه يشترط أن يتمتع الشريك بأهلية الإدارة دون أهلية التصرف، على اعتبار أن الاستئجار في المهيئة من أعمال الإدارة، وإذا قام يعني إذن لتطبيق هذه القواعد لابد من الشريك أن يكون متمتعا بأهلية الإدارة وليس أهلية التصرف التي تقتضي أن يكون الشخص بالغا 18 عاما. طبعا وإذا قام الغير بشراء لحصته الشائعة فيجوز له الاحتجاج بالمهيئة على الغير على أن تطبق عليه أحكام الإيجار، وأن تكون المهيئة ثابتة التاريخ قبل انعقاد البيع حتى تسري في حق المشتري، وبحسب النص السابق تطبق زي ما قلنا قواعد الإيجار حيث التسلم والتسليم والصيانة وضمان العيوب الخفية والالتزام بدفع الإيجار التي تقابل المنفعة واستعمال الشيء بحسب ما أعد له، حتى إذا توفى من أجر القسمة يطبق عليه أحكام عقد الإيجار. طيب هناك حالة خاصة تتحقق فيها المهيئة قبل القسمة النهائية، وهو ما نصت عليه المادة 976 من القانون المدني الفلسطيني،
حيث جاء نصها يجوز للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراء القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع ما هي بينهم، وتظل هذه القسمة نافذة حتى القسمة النهائية. يعني قد يتفقوا مسبقا على تقسيم المال ما هي مكانية، وأن يتفقوا فيما بينهم أنها تبقى هذه القسمة أو نافذة في حق الجميع بعد انتهاء المدة المتفق عليها إلى قسمة نهائية. إذا تعذر اتفاق الفقرة الثانية من المادة المذكورة، إذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهيئة، جاز للقاضي بناء على طلب أحد الشركاء أن يأمر بها، وله الاستعانة بخبير أو أكثر إذا اقتضى الأمر ذلك. طبعا هذه المادة عالجت ما تحدث عنه وأعطت حكما خاصا. طبعا إذا اتفق الشركاء فيما بينهم على أن يقسم هذا المال قسمة مهيئة، أن تبقى هذه القسمة عند إجراء القسمة النهائية فيما بين الشركاء، تبقى هذه قسمة المهيئة سارية المفعول في ظل في تنفذ في حق كافة الشركاء، وإن لم يتفقوا جاز للقاضي بناء أن يأمر بناء على طلب أحد الشركاء أن يأمر بها، وله الاستعانة بخبير أو أكثر إذا اقتضى الأمر ذلك. إذا وجد هناك غبن أو أي مشاكل فيما يتعلق بقسمة المهيئة. ثانيا نتحدث عن تولي أغلبية الشركاء إدارة المال الشائع. طبعا عالجت هذا الموضوع اللي هي المادة 952 مدن الفلسطيني، على أن تكون إدارة المال الشائع من حق جميع الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم. إيش معنى هذا الكلام؟ طبعا يا شباب أنتم بتعرفوا يا صبايا أنه كثيرا ما يتعذر إدارة المال من الشركاء مجتمعين، فيعهد إلى أحد الشركاء تولي إدارة المال دون اعتراض من الباقين، فيعد وكيلا عنهم، بحيث تكون الوكالة بهذا السياق وكالة ضمنية كأنها صدرت من باقي الشركاء، فيعد بذلك أصيلا عن نفسه ووكيلا عن باقي شركائه على الشيوع. وقد يقوم أحد الشركاء بإدارة المال ولكن يعترض جزء منهم على هذه الإدارة ويوافق الأغلبية، ففي هذه الحالة تسري تصرفات المدير في حق الممتنعين طالما ليس هناك ما يخالف القانون والاتفاق والأغلبية المطلوبة. هنا أغلبية الأنصبة، أي بمعنى الأسهم التي يملكها في هذه الأرض على الشيوع. وإن لم تتوافر الأغلبية أجاز القانون اللجوء إلى القضاء لتحديد هذه المسؤولية. طيب الآن ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو موضوع الإدارة غير المعتادة. طبعا إحنا في البداية تحدثنا عن الإدارة المعتادة، والآن ننتقل إلى الإدارة الغير معتادة وحكم انفراد أحد الشركاء بالقيام بعمل من الأعمال، ونتحدث أيضا في التصرف في المال الشائع والتصرف الصادر عن جميع الشركاء. تصرف المال الشائع الصادر من جميع الشركاء والتصرف الصادر من أغلبية الشركاء والشروط اللازمة لنفاذ تلك التصرفات. وكذلك نتحدث عن ضرورة
توافر أسباب قوية تستدعي التصرف في المال الشائع والضمانات التي تعطى للأقلية. وسوف نتحدث عن هذه المواضيع في هذه المحاضرة على التوالي. طبعا عالجت المادة 954 موضوع الإدارة غير المعتادة بأن جعلت أن موافقة أغلبية الشركاء وهي تهدف إلى إحداث تغييرات أساسية، وهذه الأعمال تتطلب موافقة عدد من الشركاء أكبر من الأغلبية. وقد تكون هذه التعديلات تمس الغرض الذي أعد المال من أجل تحسين الانتفاع، كتحويل مقهى إلى مطعم أو تحويل أرض زراعية إلى أرض للبناء. والقيام بهذه الأعمال ما يكون لمدير المال الشائع مع موافقة الأغلبية الشركاء على ألا يقل عن 3/4 المال الشائع، والربع المتبقي الاعتراض لدى المحكمة في الإدارة غير العادية. أما العادية فليس لهم ذلك، وقد كفل القانون للأقلية المعارضة وذلك بالتظلم أمام القضاء من قرارات الأغلبية. كما يتوجب الإعلان عن القرارات التي أخذتها الأغلبية إلى كل شريك من الأقلية، ولكل شريك من الأقلية أن يعارض هذه القرارات خلال 30 يوما من وصول الإعلان له أمام المحكمة. هذا وقد أشارت الفقرة الثانية من المادة المذكورة عليه أن المحكمة للمحكمة أن تقرر إما بالموافقة على العمل وتضع ضمانات تكفل حماية حقوق الأقلية بأن تأمر بكفالة شخصية أو عينية للتخفيف من مخاوف الأقلية مما يلحقها من خسارة إذا حدث ذلك. وعليه يحق للأقلية الرجوع على الأغلبية بالتعويض. طب نشوف إيش معنى حكم انفراد أحد الشركاء بالقيام بعمل من الأعمال من أعمال الإدارة غير العادية. إيش هذه الأعمال؟ طبعا حالة ما إذا لم توافق الأغلبية بداية أو لم تعرف بعد إنجازه فلها أن تخبره على عدم القيام ودفع تعويض لسائر الشركاء إذا ما لحق بهم من ضرر دون الحاجة إلى طلب القسمة أو انتظار نتائجها. أما إذا كان هناك موافقة من الأغلبية وأقرته بعد إنشائه فللجميع يشارك حسب حصته، ويكون هذا الشريك بمثابة وكيل. طيب التصرف في المال الشائع، يكون التصرف بيعا أو رهنا أو تقرير حق انتفاع أو حق ارتفاع، وقد يصدر هذا التصرف من أغلبية الشركاء مجتمعين من أغلبية من الشركاء مجتمعين أو الأغلبية. أولا سوف نرى التصرف وحكمه فيما يتعلق بالتصرف الصادر من جميع الشركاء. يعد تصرف الشركاء مجتمعين صحيحا، ولكن الأمر يختلف إذا كان التصرف ليس بيعا وإنما تقرير حق عيني على المال. مثال ذلك أن يقوم الشريكان برهن جزء من الأرض وبعد ذلك اقتسما هذه الأرض فوقعت الأرض في نصيب إحداهما، فلا يكون لهذه القسمة أثرا بل يبقى الرهن نافذا على الجميع. بمعنى لا يستطيع أن يتنصل من جاء الأرض النصف الذي جاء أثناء القسمة له أن يقول أن هذا مرهون غير مرهون، والمرهون هو الجزء الذي وقع عليه، وبالتالي لا يسري أو لا ينفذ هذا الرهن، ينفذ هذا الرهن على جميع القطع ولا تسري القسمة في مواجهة الغير. طيب التصرف من أغلبية الشركاء،
طبعا المادة عالجت هذه المسألة، المادة 957، فذكرت ما يلي: باستقراء النص، نص المادة المذكورة، يستبان أو يفهم منها أنه إذا تعذر أمام الشركاء القيام بتصرف ما يحتاج إلى اتفاق الجميع لظروف هامة وأسباب قوية تستدعي هذا التصرف، أجاز المشرع في هذه حالة الاستثناء لأغلبية كبيرة أن تقرر التصرف في المال، إما إعطاء الأقلية الرافضة الضمانات الكافية. ولكن لنفاذ هذه الأمور في حق الأقلية لا بد من توافر شروط معينة لإعمالها. أولا، ضرورة توافر أسباب قوية تستدعي التصرف في المال الشائع. طبعا من ضمن هذه الأسباب إساءة استغلال المال الشائع، وأن القسمة تضر بمصالح الشركاء، أو بقاء المال الشائع يحتاج إلى نفقات كبيرة، أو أن التصرف في المال يؤدي إلى صفقة مربحة يخشى فواتها، وأن من المتعذر إدارة المال بصفة معتادة أو غير معتادة لخلاف بين الشركاء، وأن القسمة ضارة بالشركاء، وعليه يكون التصرف لأجنبي هو خير وسيلة لقسمته، سواء كان ذلك بيعا أو رهنا. فإذا كان الإجماع غير متوفر جاز التصرف بالأغلبية، طبعا إذا توافرت الشروط التي سبق أن تم الحديث عنها، وهي وجود صفقة مربحة. استمرار هذا الشيء وعدم التصرف فيه قد يلحق ضرر بالمال، أو أن يكون يحتاج هذا المال للمحافظة عليه نفقات باهظة قد تفوق بعد مرور مدة زمنية طويلة ثمنه أو خسارته. طيب، إيش الضمانات المطلوبة؟ طبعا الضمانات المطلوبة أو التي يجب إعطائها لمين؟ للأقلية. طبعا واحد، الاعتراض على قرار الأغلبية خلال 60 يوما من وقت الإعلان أمام المحكمة المختصة، ويتوجب على الأغلبية إعلان الأقلية عن طريق محضر أو كتاب مسجل أو غير ذلك أو شفاهة. وعب إثبات ذلك يقع مين؟ على الأغلبية، يعني على الأغلبية أن يقيم الدليل على أنهم أبلغوا الأقلية بهذا التصرف، وطبعا الأسباب التي تدفع إلى التصرف من قبل الأغلبية بهذا المال الشائع. وعليه تبدأ المحكمة بالتأكد من توافر أسباب التصرف، فإذا لم تقتنع المحكمة تلغي القرار. أما إذا اقتنعت، إما أن تقوم بقسمة المال عينا ودون طلب من الشركاء إذا لم يكن هناك ضرر، أو تجز التصرف، ولكن بعد أن تعطي الأقلية ضمانات معقولة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، وإن شاء الله نستكمل في المحاضرة القادمة حول تصرف الشريك منفردا، حكم التصرف، ترتيب حق عيني أصلي على الحصة الشائعة، ترتيب حق عيني على الحصة تبعي، حق تبعي على الحصة الشائعة، واسترداد الحصة الشائعة، وصدور بيع من أحد الشركاء لحصة شائعة، إلى غيرها من النقاط، حسب طبعا إجراءات حق الاسترداد، ميعاده، أهميته، آثار المترتبة عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.